المرتبة الثانية من مراتب الدين الإيمان. مرتبة اللباد ومراتب الدين ككم إذا وحوية مرتبة إيمانك. ما هو الإيمان؟ إيمان جمحوية. الإيمان هو قول باللسان، تقول بلسانك لا إله إلا الله مثلا. إيمانك وحوية قف ورواق عربك لا إله إلا الله، وتعتقد بقلبك، يعني هذا اللي تقول بلسانك الباطن يوافق الظاهر. هدنا أد اعتقادي سيد واحد أد كل رواق أد قلبك كاعتقادي سيد. نعم، ولابد أن تعمل بهذا الذي تقول وتعتقد، تعمل بقلبك كالمحبة مثلا، وتعمل بجوارحك كالصدقة. وحنا قصبه إن كل قنتين وحي العرب والرواقضي قلبنا كاعتقاد سيد سيدا محبة أما تشعيلك أوكلاته أما أعمل فشيد جوارح هذا سيد الصدقة أوكلاته. نعم، يزيد وينقص إيمانك وانا الزيادة وانا النقصامة، قول باللسان عرب كلها إيراهده، واعتقاد بالقلب قلب يقول لك اعتقادي، وعمل القلب وعمل الجوارح، عمل او شكو عمل فلا هي جوارح او كو عمل فشل، يزيد وينقص ايمانك وانا الزياده وانا النقصان. اركان الايمان سته، اركان اما تيرك ايمانك والح. اذا لابد في الايمان من هذه الامور الخمسه في التعريف، اما اركان الايمان سته والله اعلم. وحا خسبه الرماس ان سو شيغني مركي ايمانك لا تعريفنايو تيرك يسونه والح والله اعلم.